السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجميع متابعينا من كل مكان. طبعا اليوم نبلش حلقة رقم 4 أو 5، بصراحة ناسي من زمان ما نزلت، بس رقم 4 من سلسلة لاعب حتى الاحتراف. اليوم هنشرح لكم أول 6 أشياء نطورها في فريق الاتحاد وشو بتفيدنا. طبعا أول شغلة بنفوت مثلا نسونا من الثور، خلينا نروح على الجندي. طبعا عندنا الآن الجندي، طبعا هذا الجندي شو نستفيد بس نطور الأشياء الفلانية فيه. هسه أول شيء إنها الذخيرة، طبعا تطوير الذخيرة بيزيد القوة لدى الطلقة، يعني تصير الطلقة اللي بيضربها الرشاش الخاص بالجندي أقوى، يعني بيزيد قوة القتل لدى الجنود. 2، تطوير البندقية. تطوير البندقية بيزيد المدى وسرعة الإطلاق وقوة الإطلاق. الدرع، تطوير الدرع بيزيد قوة مقاومة الجندي واحتمال الجندي، وهذا تطوير الدرع أهم من تطوير الأتربي اللي هي يعني في الكم الصلاحية أو الحياة. هسا عندنا هان تطوير القنبلة، طبعا القنبلة مفيدة وحتى بليفل 10 ممكن تقدر تمكسها. وعندنا هذا تطوير الخودة بتزيد قوة الاتش بي اللي هي قوة الحياة يعني الدم زي ما بيحكوها، وبزيد ايضا احيانا قوة الدرع وبزيد نطاق الرؤية. واخيرا عندنا هاي بتزيد قوة الشفاء وقوة الاتش بي. طبعا هاي خاصية العلاج التلقائي، الجندي بيعالج نفسه بنفسه. نروح جندي ليفل 2، طبعا جندي ليفل 2 عندنا عن تطويرات فيه زي ما شايفين. الأول حكينا عنه زي ما تحكون إن هاي البزة بتعطي قوة حياة إضافية، وهذا الدرع هاي المدفع بتزيد قوة الإطلاق ومدى الإطلاق إلى نهايته. وهاي نفس الشي تطويرها بزيد قوة القذيفة، وهاي عندنا نفس الشي هاي بتزيد مدى الرؤية ودقة الإصابة، يعني النهاية نفس الجنود. بس هان بعطيك فرق إنه الأسلحة بتختلف. وعندنا جندي الفاير، هذا الدرع وهذا بيخلي الجندي بيطير، وكل ما بتطوره أكثر بصير الجندي بيطير لمسافات أعلى. يعني نهاية الحكي كلياته هذول هم الـ3 جنود. طبعا الآن هدول الـ3 جنود احنا لإيش نقدر نستخدمهم. طبعا الحلقة هاي هتكون شرح يعني زي ما تحكون نظري، ما راح يكون شرح عملي. طبعا أول شغلة الجندي ليفل 1 ممكن تستعمله في تشكيلة مع دبابة الهامر، وهي أفضل تشكيلة للجندي ليفل 1. هيك تصنع لك 20 جندي ليفل 1 وتصنع 10 دبابات هامر وتهاجم فيهم. طبعا دبابات الهامر الهيكل، طبعا الهيكل بيزيد قوة الاحتمال ما تعرفون الاتش بي. والدرع، بالدرع برضو بيزيد قوة المقاومة لدى الضربات وكذا، بتصير الدبابة أقوى. وعندنا المدفع بيزيد قوة الإطلاق وسرعة الإطلاق ومدى الإطلاق، وهاي القذيفة بتزيد قوة القذيفة كل ما تطورها، وهاي الدقة بتزيد دقة الإصابة ومدى الرؤية إلى نهايته. وهاي خاصية الشفاء التلقائي، الدبابة زي ما تلاحظون في المعركة بتنصاب بترجع عليها بعد 10 دقائق تحركها أو 5 دقائق بتلاقي الدبابة إنها انشفت، وهاي الخاصية بتسرع هاي العملية. وطبعا هاي عندنا الدبابة هاي فيها أشياء كثير، يعني عندنا هنا من رشاش مدفع النار، بس تطورهم هيك بزيد المدى بزيد قوة الإطلاق وسرعة الإطلاق. هاي الذخيرة تبعت مدفع الرشاش، وهاي الذخيرة تبعت مدفع النار. يعني مع الوقت بس تيجي تطورها هتتحسن كثير. بس على كل حال يا شباب، التشكيل الأولى هي هامر مع جنود الرشاش، تشكيل كتير ممتاز. التشكيل رقم 2 نعطيكم إياها، صنع هاي. طبعا هاي بتقتل الجنود كلهم. طبعا يكون عندنا مشكلة إذا دبابة النار قتلت الجنود، شو اللي بقتل الدبابات؟ تعمل دبابة النار مع جنود الصواريخ، هاي تاني تشكيلة تمكز جنود الصواريخ تستعملهم مع دبابة النار. التشكيل رقم 3، تستعمل الزيوس مع جندي الفاير. بس الزيوس بطيئة وجندي الفاير بطيئة،
تقريبا سرعتهم يعني مقاربة من بعض، فاستعمال جنود الفاير مع الزيوس بيكون كثير مفيد. والزيوس عندنا الهيكل، الدرع، مدفع، مدفع قام اثنين عليه مضاد طائرات ارمال الون، هذا بيضرب طيارات المنخفضة. وعندنا هنا قذيفة، صاروخ، الدقة، الشفاء التلقائي. على كل حال يا أصدقائي، زي ما حكينا لكم، هاي التشكيل الأولى لضد الدفاع. خلينا نزيد شوي لتحت، التايفون. طبعا التايفون هو اشي مهم كثير بالنسبة للطائرات، يعني احيانا بدك تهاجم بدك يكون معك اشي يحميك من الطائرات. مثلا هجمت بزيوس وترونيت، بدك اشي يحميك من الطائرات فاستخدم التايفون. طبعا التايفون يتكون من هيكل درع. طبعا هاي المنصة، هذا شيء جديد ما شرحنا باقي اشياء. شو المنصة؟ المنصة هي سرعة فتح التايفون واغلاق التايفون. التايفون بس يكون موضع الاستعداد وبينفتح بصير مدى الضرب اعلى وقوة الضرب اعلى، هذا هو موضع الاستعداد. طبعا او وضع التحرك، بس يجي يتحرك بصير دقة اقل والمدى اقل والقوة اقل، بس هذا الحكي بيزيد صار استعدادنا على السريع. شوف الطيران تكبس التايفون على السريع بيجلس وبعطي وضع الاستعداد. وعندنا هنا المدفع تبع الصواريخ، وهذا الصاروخ، هاي الدقة، وهذا خاصية الصيانة التلقائية لأن الدبابة بتصين حالها بعد ما تتضرر، وهذا الحكي بيسرعها بس تطورها. الالترونينت، هيكل، درع، الصواريخ يعني المدفع تبع الصواريخ، الصاروخ طبعا نفس الشيء، هان بزيد المدى وبزيد كذا، والصاروخ بس تطوره برضه بزيد المدى شوي وبزيد قوة. يعني هذول الشغلتين هن القوة النارية، لو طورت ماكس بيصير عندك قوة نارية ماكس. وهي الدقة مهمة كتير عشان الصواريخ لا تخطئ الهدف. وعندنا هنا منصة تفتح بتسكر، وعندنا خاصية صيانة تلقائية، عندنا الشل. طبعا شباب بنتكلم شوي عن الترونت. الترونت تستخدم ايضا في الحصار، يعني بدك تحاصر خصم او تهاجم خصم او تواجه اخفاء، ترونت كثير ممتازة. طبعا الان نتكلم عن هاي الشغلة المهمة، الشلد. طبعا الشلد هي دبابة بتعزز قوة الدفاع لدى الجيش، يعني بيصير جيشك قوي ويتحمل هجمات. طبعا كيف اقول لك، يعني الدرع عندك، هاي الدرع 45 بيصير الدرع 90، يعني بتضاعف الدرع لدى الدبابات. يعني تخيل الزيوس قديش درعها 90، بيصير درع الزيوس 180، يعني تتحمل ضرب ليوم الضرب. طبعا هاي الشلد تكون من هيكل ودرع، وعندها المفعل او المعالج. هذا طبعا هذا بعطي قوة توصل الدبابات الدرع، يعني هذا هو مفاعل الدرع. طبعا مفاعل الدرع كل ما تطور اكثر كل ما زادت قوته. وعندها البطارية او قوة الشحن يعني اعتبرها، فهمت كيف؟ فهذا الشغلة بس تطورها بعطي انه يصير الدرع يعطي مدة اعلى مدة اكثر، يعني بتزيد مدة تشغيل الدرع. وعندها المنصة، مش منصة نحكي زي المنصة، يعني بتزيد سرعة الفتح وسرعة اغلاق الدرع. الصيانة الآلية هاي نهايتها، إنها الإعصار سايكلون. هان عندك هيكل، رشاش، طلق الرشاش، الدقة، الصيانة التلقائية، الدرع، الفيتريكس، هيكل. طبعا عندنا هان الفيول. طبعا الفيول هو البنزين، هذا بيزيد خزان البنزين وبتصير الطيارة تطير لمسافات أكثر. يعني بتصير الطيارة بدل ما تقعد لها 30 ثانية بالجو بتصير تقعد 35 ثانية بالجو بس تطور هاي. وعندنا هان الذخيرة، وعندنا هان آخر إشي قوة الضربة، وعندنا هان الدقة، وهذا الدرع. الثور هي أهم إشي بس تواجه إخفاء. 4 ضربات ثور كفيلة بالقضاء على 20 جاكوار إذا ضربت في مكان حساس. طبعا الثور فيش بيه تطوير كثير هيكل. طبعا هذا بسرعة المناورة، له علاقة بالمناورة، له علاقة بالدقة، له علاقة بأشياء كثير، يعني تطويره مهم. وهذا
قوة الذخيرة والدرء. طيب بكفي لحد هان اليوم يا شباب، إن شاء الله في الحلقات الجاية هنبلش شرح عملي لاستخدام الجيش. اليوم شرحنا لكم شوية عن تطويرات مشان تعرفون التطويرات هاي بشو تنفعكم. إن شاء الله بلش شرح عملي في الحلقة الجاي اللي هتكون يوم السبت الجاي، وإن شاء الله تعجبكم. إلى اللقاء.